ضيفنا من الرياض نايف الدندني الباحث في استراتيجيات الطاقة. أستاذ نايف أهلا بك. طبعا تشاهد التحركات في السوق، تشاهد التصريحات الروسية، بوادر الحلحلة والمفاوضات في إسطنبول. في تقديرك علاوة المخاطر الموجودة في الأسواق الآن هي كم تبلغ تقريبا؟ يعني هل مثلا إذا تم حلحلة الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل كامل، هل نعود إلى مستويات ما قبل الأزمة تدريجيا أم أن الأمر يختلف عن ذلك؟ مساء الخير. الحقيقة لا زالت لدينا أساسيات أسواق قوية. نعم التهدئة ستؤدي إلى بعض التذبذبات صعودا وهبوطا، وقد نرى انخفاضات وارتفاعات شاهدناها على مدى الأسابيع الماضية، ولكن إذا رجعنا إلى أساسيات الأسواق فهي الحقيقة الفاندمنتلز يعني قوية جدا. لم يتغير شيء في موضوع حجم الطلب العالمي المتوقع، لم يتوقع شيء في موضوع انخفاضات أو تناقص معدلات إنتاج دول أوبك بلس، لم يتغير شيء في موضوع النفط الصخري أو الإنتاج الأمريكي، لا زال يراوح مكانه رغم كل الجهود السياسية التي تبذلها الإدارة الأمريكية لحث منتجي النفط الصخري أو والإنتاج الأمريكي عموما لزيادة إنتاجه. لا زال لدينا فائض إنتاجي يتقلص مع الزيادات التدريجية التي تدخل الأسواق. فالحقيقة الأساسيات قوية. طيب أنا للأسف وقت البرنامج قرب الانتهاء، فتوضيح لهذه النقطة. نعم الأساسيات قوية وهي قوية من قبل الأزمة، لكن أتحدث هنا عن علاوة المخاطر تحديدا أستاذ نايف. هناك مخاطر، ولكنها الحقيقة ليست يعني هامش المخاطرة ليس كبير الحقيقة في موضوع التهدئة. الآن ما عدا بموضوع النفط الروسي الذي سيكون أعتقد أنه ستستمر مشكلته حتى رغم التهدئة في موضوع الروبل والتعاملات في الروبل والحقيقة العقوبات المالية التي ستفرض عليه، ستأخذ وقت طويل الحقيقة حتى تعاد الأمور إلى ما قبل الأزمة ويدخل النفط الروسي بسلاسة إلى الأسواق بدون هذه التعقيدات المالية، أو حتى في موضوع فرض التعامل في الروبل الروسي وليس في الدولار. هذه تحتاج الحقيقة إلى بعض الإجراءات وبعض المحادثات الاقتصادية. فما لم يتوقع الحقيقة أنه يكون في تهدئة فيما يتعلق في أسواق الطاقة، قد تكون تهدئة سياسية تؤثر معنويا على الأسواق، ولكن إحنا مقياسنا هو الأساسية. طيب سريعا في 30 ثانية، أوبك ووجهة نظرها بأنه حل ارتفاع الأسعار هو حل سياسي، هل أثبت أنه صحيح الآن؟ بالتأكيد. على فكرة أوبك بلس دائما كانت تنتج منهج اقتصادي مهني تقني بعيد عن تقلبات السياسة. وذكرها اليوم سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان أنه احنا نترك السياسة خلف الأبواب. أشكرك. عندما ندخل للاجتماعات. أشكرك على هذه التحليلات أستاذ نايف الدندني الباحث في استراتيجيات الطاقة، شكرا جزيلا لك.